إذا مشاهدينا، على وقع تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتغير التوقعات بين ليلة وضحاها بشأن الضربة العسكرية الغربية المرتقبة للنظام السوري على خلفية استخدام السلاح الكيميائي في دوما في غوطة دمشق الشرقية. إذا يبدو أن القرار الأمريكي لم يحسم بعد بالرغم من الحماسة الفرنسية والبريطانية على وجه التحديد لهذه الضربة، فالخيارات جميعها مطروحة لمحاولة فهم وتذليل ضبابية المشهد. اليوم ينضم إلينا من مكتب الأخبار من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين أموري. صباح الخير أستاذ أمين. صباح النور. لماذا لم تحصل الضربة حتى الآن؟ ففي تغريدة يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصواريخ الذكية والجديدة في طريقها إلى سوريا، وبعد 24 ساعة وفي تغريدة أخرى يقول بأنه يعني الهجوم على سوريا قد يكون قريبا وقد لا يكون. هل هو فعلا ارتباك في القرار الأمريكي أم أنه يعني ترامب شخصيته المثيرة للجدل لأكثر والأقل؟ هلا اولا هناك شخصيه ترامب وهناك قرارات ترامب غير المفهومه في بعض الاحيان، لكن هذا لا يقلل من احتمال ان تكون الضربه قائمه او ان نرى ضربه ما. لكن باعتقادي ايضا مثل ما حصل عام 2013 عندما قرر الرئيس اوباما توجيه ضربات الى سوريا، وكان العالم كله يعيش لحظات ترقب لان كانت الصواريخ منتظره بين دقيقه ودقيقه. في النهايه عدل عن هذا الموقف، لكنه خلف هذا التراجع كان هناك اتفاق ادى او كان هناك مفاوضات ادت الى اتفاق نزع الاسلحه الكيميائيه السوريه، وكلنا يعني امريكا حينها اعتبرت ذلك انتصار كبير، بمعنى انها نزعت للسوريين سلاح اساسي يعادل السلاح النووي الإسرائيلي من حيث المعادلات الاستراتيجية. اليوم السؤال، هل يتكرر الأمر نفسه؟ أولا إذا حصل الضربة، إذا كانت الضربة على غرار ما حصل في مطار الشعيرات، معنى ذلك أنها لن تغير شيء ولن تجدي نفعا. إذا كانت الضربة كبيرة ممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية، لأن على الأرض السورية هناك تغيرات كبيرة، الوجود الروسي، الوجود الإيراني، وقد نكون بشيء ونصير بشيء آخر. هناك أيضا من يقول أن هناك نوع من الاتصالات أو هاتف مفتوح بين موسكو وواشنطن لأن الوضع حساس وخطير. والبعض يتحدث أيضا عن احتمال أن يكون هناك نوع من المفاوضات حول مستقبل سوريا. يعني في النهاية عندما تريد أمريكا مثل هذه الضربة تريد أن تكون لها حصة في المستقبل السياسي لسوريا. يعني اليوم بعد الذي حدث في الغوطة باتت روسيا كأنها اللاعب الوحيد، وقد جاء اجتماع الثلاثي بين تركيا وإيران والروس ليؤكد أن هناك مسار سياسي جديد. فبالتالي لأمريكا كأنها تقول أنا يفترض أن يكون لدي حق الفيتو، يكون لدي حق بالمشاركة لي ولأصدقائي. أصدقاء أمريكا في سوريا تعرضوا لنكسات كبيرة. اليوم بهذه الطريقة تعود الولايات المتحدة كلاعب فاعل حتى ولو خرجت من الأرض السورية كما كان يقول ترامب. فبالنهاية الحديث عن مفاوضات اليوم يدور حول الوجود الإيراني في سوريا والعودة إلى جنيف وتشكيل حكومة انتقالية إذا كان هناك حديث عن سياسي. فعلينا أن ننتظر ما بين الحل الدبلوماسي وما بين الحل العسكري. يعني أفهم من كلامك أستاذ، تكون عادة الأمور مضطربة. نعم، أفهم من كلامك أستاذ أمين بأنه يعني الخيارات التي تستبعد الضربة باتت مطروحة أكثر على الطاولة اليوم. حتى الكونغرس، حتى أوساط أمريكية، حتى كلام ماتيس تشتمين منه في الأمس أن هذا الخيار الدبلوماسي لا يزال قائم. إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تحقق بالدبلوماسية ما لم تحققه بالضربات، فلماذا لا يكون أمريكا ذلك؟ بالنسبة لروسيا وحلفائها هم يخافون على هذا ما يسمونه إنجاز بعد الغوطة، وبالتالي هم لا يريدون التفريط به بأي ثمن. وبالتالي إذا كان يمكن تفادي ضربة فليكن الأمر شرط أن نحافظ على هذه المكتسبات التي تحققها. هناك أيضا تصريح مهم لوزير، فبالتالي اليوم هناك بذار. نعم، هناك أيضا تصريح مهم لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يقول بأنه أحد شواغله الرئيسية اليوم بخصوص الضربة هو منع خروج الحرب في سوريا عن السيطرة. هل هذا أيضا سبب أساسي في التروي حتى الآن باتخاذ القرار بشأن هذه الضربة؟
حتما حتما، هذا ما كنا نتحدث عنه اليوم. الوجود الروسي في 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 سوريا، يعني في كل القواعد تقريبا، الجيش الروسي موجود في كل القواعد والخبراء في كل القواعد السورية، ايضا الايرانيين، وبالتالي لا احد يعرف كيف يمكن ان تتدحرج الامور، يعني نكون في شيء نتحول الى شيء اخر. باعتقادي حتى هذه اللحظة الطرف الإيراني والطرف الروسي لا يريدان أبدا الانجراء إلى مثل هذه الحرب، لكن إذا كانت الضربة قاسية قاسمة في مكان ما، السكوت عن مثل هذه الضربة قد لا يكون مقبولا، وبالتالي قد تذهب الأمور إلى حد غير محسوب. نعم. الكل يأخذ في الاعتبار التغيرات الحاصلة. أضف إلى ذلك العالم اليوم غير العالم 2003 عندما اجتاحت القوات الأمريكية العراق. هناك صحيح الموقف فرنسي وبريطاني يؤيدان الضربة، لكن الرأي العام العالمي غير محضر، غير مهيئ لمثل هذه الحروب. في عام عندما اجتاح الجيش الأمريكي أفغانستان ومن ثم العراق، كانت هناك أحداث 11 أيلول. اليوم لا يوجد شيء من هذا القبيل، فبالتالي كل المعطيات تفرض النظر بطريقة مختلفة. لكن مع شخصية مثل ترامب، مع حكومة حرب عينها ترامب في الآونة الأخيرة، نعم، كل شيء يكون ممكن. أستاذ أمين، أود أن أسألك عن الموقف البريطاني والفرنسي بالتحديد، ولكن يعني قبل ذلك هناك مشروع قرار سويدي اليوم سيطرح في مجلس الأمن، يتضمن يعني إنشاء آلية تحقيق محايدة، وغدا سيبدأ فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله في سوريا للتحقيق أيضا في الهجوم الكيميائي وفي الجهة المسؤولة عنه. لماذا برأيك يعني هناك أطراف غربية كفرنسا وبريطانيا تضغط اليوم للاستعجال باتخاذ هذه الضربة، على غرار ما حصل كما ذكرت في عام 2003 عند غزو العراق؟ لماذا لا يتم انتظار نتائج التحقيقات على الأقل؟ صحيح، يعني هو مستغرب هذا الالتحاق البريطاني الفرنسي بالموقف الأمريكي. يعني بريطانيا في عام 2013 عندما كان أوباما قد قرر مثل هذا توجيه ضربات، الموقف البريطاني كان حاسما وكان سببا أساسيا في منع هذه الضربات. اليوم الموقف متغير في بريطانيا، الموقف متغير في فرنسا، وفرنسا كأنها تقول، وأيضا بريطانيا بعد القرار الأمريكي بالانسحاب، بأنهما يحاولان ملء الفراغ بأي طريقة من الطرق. أيضا هناك جمهور أمامهم عندما يتحدثون عن سلاح كيميائي وهجمات تعرض المدنيين للخطر، فبالتالي هناك رأي عام يجب أن يؤخذ في الاعتبار بالنسبة لهاتين الدولتين. لكن حسابات العودة إلى الأرض يعني دونها أسئلة كثيرة. يعني حتى الآن الموقف باعتقادي، الموقف الفرنسي ملتبس، الموقف البريطاني ملتبس، وعدم انتظار التحقيقات. هذا يذكرنا بالذي يحصل بقضية الجاسوس البريطاني، حتى الجاسوس المزدوج في بريطانيا، حتى قبل ظهور نتائج التحقيق كان هناك موقف بريطاني حاسم من الموضوع الروسي. إذا ما الذي يبرر ذلك؟ شيء ما يحصل بين هاتين الدولتين وروسيا، ما الذي يبرر ذلك برأيك أستاذ أمين؟ يعني هذه الحماسة الفرنسية البريطانية، هل هو فقط فعلا الخط الأحمر الكيميائي أم هناك أسباب أخرى عنوانها ضرب روسيا في سوريا؟ حتما لا. أولا هناك مصلحة الدولتين، يعني فرنسا تعتبر نفسها خاسرة اليوم إذا كان هناك تسوية في سوريا. فرنسا وبريطانيا من الدول التي تعتبر أن لديهما حصة أساسية يعني في تاريخ هذه المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن يخرجوا من العملية السياسية خالي الوفاض. أضف إلى ذلك هناك الدور الروسي، وكنا نشهد نوع من تأزم العلاقة الأوروبية الروسية، فربما قد تكون أداة ضغط على روسيا لأسباب ليس لها علاقة بسوريا وليس علاقة لها أبدا بما يجري في الغوطة. حسابات الإنسانية أعتقد يتحدثون كثيرا عنها، لكنها لم تكن سبب للسياسة ما في أي شيء تقرره الدول الكبرى. حتما المعامل الإنساني هو حجة لا أكثر ولا أقل. في المقابل ألمانيا وإيطاليا أعلنتا عدم مشاركتهما في الضربة العسكرية الغربية المرتقبة، كيف نفهم ذلك؟ هل هو عدم رضا ربما عن هذه الضربة؟
أولا أوروبا ليس هناك سياسة خارجية موحدة، لكل دولة من الدول الأوروبية سياستها الخارجية، لكن حتى قرار الحرب ليس قرار بسيط، يعني أوروبا عانت كثيرا من هذه الحروب، واليوم ربما دولة مثل ألمانيا، دولة مثل إيطاليا عانت كثيرا من مسألة اللاجئين، ويعتقدون أن أي حرب جديدة، أي تطورات خطيرة جديدة من شأنها أن تدفع بالمزيد من اللاجئين الذي صار خطا أحمرا بالنسبة للأوروبيين. عدا عن ذلك الأمن الأوروبي بحد ذاته يتهدد بمثل هذه الحروب. أوروبا هي المنطقة الأقرب للشرق الأوسط، وكل ما يحدث في الشرق الأوسط تكون ارتداداته سلبية على أوروبا. لذلك هناك أشخاص حكماء في أوروبا ربما ينظرون إلى الأمور بطريقة مغايرة، حتى الفرنسيين حتى البريطانيين عندما تصل الأمور إلى حد الجد أعتقد أنهم ينظرون إلى يأخذون الأمر بروية أكثر. اليوم هناك بازار يشاركون فيه يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية على صعيد المكاتب الخاصة للرؤساء، كلنا نعرف أن ماكرون يعاني من أزمة شعبية اليوم، فربما يستخدم هكذا الشعارات لرفع شعبيته، لكن قرارات الحرب ليست قرارات بسيطة من شأنها أن تقلب كل شيء رأسا على عقب. نعم. أيضا أستاذ أمين، يعني كيف نفهم بالمعنى العسكري والاستراتيجي قيام روسيا بسحب بعض سفنها الحربية من قاعدة طرطوس؟ هناك يعني أكثر من حساب، هناك حساب ميداني، لكن باعتقادي السبب الرئيسي في ذلك هو خط الهاتف المفتوح بين واشنطن وموسكو، بمعنى أن هناك نوع من المفاوضات الجارية. لا أعرف إذا ما كانت هذه المفاوضات تحاول تخفيف الاحتقان بسحب متبادل للأسلحة والمدمرات، بإرسال إشارات للبعض أننا لا نريد التورط في حرب إذا ما حصلت هذه الحرب، ربما تعطي تفسيرات عدة، لكن باعتقادي أن الخط الساخن المفتوح بينهما هو أهم مؤشر إلى أن العلاقة لا تزال قائمة والأمور لن تذهب إلى ما هو أسوأ. أستاذ أمين أموري، كنت معنا من مكتب الأخبار في بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، والآن نعود إلى أمين لمتابعة باقي فقرات صباح